السلام عليكم الخوت وصباحكم مبروك. اليوم راه تنتواجدوا الخوت في جمعة العرارشة اقليم قلعة السراغنة. اليوم راه فيديو جديد بتاريخ 2/9/2022. الخوت اجيو تشوفوا الازمنة. اليوم راه السوق راه شهاع على الخوت واكثرية الخروف البدري عليه اقبال الخوت. الكسابة تيشريو هنا، البلاصة معروفة بالكسابة، تيكسبوا تبارك الله تيربي والحول الله مبارك. وتحية للسي عبد الرحيم الله يسهل صديقنا وصاحبنا الله يسهل عليهم، الله يحفظ منا وقيم، الله يحفظ منا وقيم ودي ديال التمام، الله يكثر الخيرات والله يعطينا شي كتوبر يكون مزيان يا ربي. الله يسهل عليك، كل من شرى شي حاجه يدي فيها الفضل ان شاء الله، وكون من شافنا وعرفنا يدي الفضل ان شاء الله في الشوفه وكل شيء. الله يسهل عليه والله يكرم الكرامه، الله يسهل عليهم والكسابه الله يحفظهم، الله يسهل عليهم الله يكثر الخيرات ويحفظ لنا مصطفى الله يحفظك. الله يسهل عليك، الله يجدد في ايامك وانا نطلعي الفوق الفوق ودي سطيفه الله يحفظك وتسلم رحمه بارك الله فيك ان شاء الله لبقينا حيين. الله يحفظك تبارك الله على المشاهدين والمشاهدات، الله يسهل عليكم الله يحفظك. نمشيو نشوفوا الاثمنه الخوت، تحياتي لكم. خويا بخير، العبوره تباعت؟ تباعت خويا؟ اه تباعت. شحال خويا؟ 15 و300. هذه 15 و300 الخوت 765 درهم بارك الله، 15 و300 الله يبارك بارك الله. هذه اللي بوجد القزار ان شاء الله، غادي توجد القزار ان شاء الله، غادي مولاي خادها الخوت غادي يعلفها. الله يبارك بارك الله. العلفة خويا البطال، بغيت تشرح لنا الاخوان مثلا اللي الكسابه اللي ما عارفينش وباغين يديروا يعلفوا الخروفه، هذا المشروع ديال تعليف الخروفه القزار، اش يعلفوها بس الثمن زعما؟ العلف ديالها البدايه ديالها هو شويه ديال الشمندر والنخاله والبال تتراود تولي مولفه الماكله اللي تجي على القاصح. شنو هو القاصح؟ شنو هو القاصح؟ هو الرويزه. الرويزه والقمح اي الله يعطيك الصحه، هو اللي كيفرحها وتخرج لذيذة في كل شيء. ها؟ يخرج فيها القزال ياك؟ يخرج فيها القزال وهي تخرج اي وتلحم وتلحم. والديماراج ديالها هو الشمندر والنخاله في البعض. الديماراج هذه البدايه ديالها ياك؟ ديالها شهر ولا شهر ونص. عاد يعطيها القاصح. عاد يعطيها القاصح. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة ودي البطل، شكرا بزاف. الله يحفظك خويا الله يعزك. بارك الله الخوت 15 و300. لا ما كانش شهريا ما كاين حتى حاجة. لا. لا. ما توزنش واه واه، خا 3 شهور بعدا. ياك لا بغات وزن. الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة الله يحفظك. ياك كاينة ما تخرجش القزار مثلا داك العلف ديال شهرين ياك. الله يعطيك الصحة الله يرحم والديك. كاين الله يعطيك الصحة. 15 و300 الخوت 765 درهم اللهم بارك تبارك الله، الله ييسر الامور الله ييسر لك البطل. ود عمي كدير بخير الله يحفظك، ديما تجيب ثمن زوين للناس اللي باغين يوجدوا القزار الله يعطيك الصحة. هذه شحال ود عمي هذه اللي 12 و600 تبارك الله، وراك تلتاد لا انت تبارك الله. 12 و600 630 درهم الخوت 12 و600 الله يبارك تبارك الله. هذه حوليه اللي بغى يوجد القزار الخوت. هذه شحال من راس هذه هنا؟ هذه شحال من راس؟ شحال من راس هذه؟ شحال من راس هذه هنا؟ 28 راس هذه الخوت 12 و600 630 درهم اللهم بارك. هذه ديالك ولا ديال البطال؟ ديال البطال سي مصطفى تحياتي الله يحفظك والله يسر الله يعاون تحياتي. تبارك الله اللهم بارك خويا الله يحفظك خويا خير الله تما اليوم في الجمعه الخوت. واحد وثلاثين اللي طاولة السيد الخوت هذا شاد السلع 1550 درهم. هاشم شحال خويا؟ 31 ونص. 31 ونص باش تباعت الخوت، دا الكساب 1575 درهم.
تبارك الله تبارك الله، خير الله ثمن الخوت. واحد ونص عزيز عزيز، 31 ونص باش مشات، خير الله تمن اليوم. والشاري اليوم تبارك الله كاين بزاف. ها اي والله يسر، الله يدير الخير. شو الاتجاه اخر الخوت؟ ولد العم بخير. هادو شحال خويا؟ هادو 133. الثمن اش؟ مازال ما حسبتهمش. على 2 ونص. حتى 131 و32. 2 ونص 600. 2 ونص 700. على 32 ونص 700. وها مزقي. الله يبارك الخوت. 133 الله يبارك. 6650 درهم بربعة بهم الخوت هذا. تبارك الله الله يبارك. وصباحكم مبروك وجمعة مباركة. تحية لسمو محمد. تحية لسمو محمد. صديق صاحبنا. مرحبا ناس كازا، ناس الرباط اللي جاوا عندنا البارح. خويا أيوب تحية لك أخويا. والله يدير الخير. مرحبا تبارك الله الخوت. هادو شحال عمي؟ شحال شحال عمي؟ شحال؟ 38. لو شريتي ما عمي شحال المشرى؟ 38. 38 بارك الله. لا لا ما حاش 38. ها هشام شحال يا خويا؟ 38 تبعت. 38 تبارك الله الله يبارك الخوت. هذه تبعت الله يعطيك الصحه، تبعت 38 هذه الخوت بارك الله الله يبارك. 1900 درهم خير الله ثمن الخوت. 38 المرضى والله الا 38 باش تباع. الله يسهل. ورا وسبحان الله اللي جا عندنا تنبيعوا لي شي سلعه تبارك الله. هاد السيد راه جا عندي البارح من الرباط، راه حتى العشاء شريت لي هاد السلعه ب 34 ونص. راه تبارك الله والله الا احسن من هذه. خير الله ثمن الخوت اليوم في الجمعه. وكاين الشاري تبارك الله، الناس كسابه كلشي باغي يشري غنم باغي يكسب، كاين اقبال الخوت على الخروف. هذه راه 38 باش تباعت الخوت. صدق او لا تصدق 1900 درهم الخوت. شحال من راس هشام هادي؟ 11 راس. مشاو اتجاه اخر الله ييسر الامور. اي كديرين اولاد عمي الرحامنا كديرين لاباس عليكم الله يحفظكم. شحال الثلاثة اولاد عمي؟ ثلاثة سيدي مشريين 180. 180 60000 الواحد. اي الله يبارك 3000 درهم الخوت الواحد هذا. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. ما في ملحبوب لا والو ناضي. الفن ملاح الخوت هذا. لا لا ملاح تبارك الله الله يبارك تبارك الله. 3000 درهم الخوت الله يبارك. طلعوا لي بسي العيدي والله يسر لكم الامور الله يعاونكم ولد العم ياك. لا لا راجل جيد. اوكي الله نمشيو لاتجاه اخر الخوت. تكرم علينا بواحد الكرم. لا لا كاين الزين تبارك الله الله يبارك الله يبارك. هذا بيفردوه هذا هما مشريين جملة 60000 الواحد. هذاك بيعطاوكم 72 بيفردوه. هي الله يبارك. هذا عطاهم 72 الخوت 3600 درهم. جروا ثلاثة شوية القاد الله يرحم الوالدين. الله يبارك. هذا عطاهم 72 3600 درهم بيفردوا لهم الله يبارك. تبارك الله مليح الله يبارك تبارك الله. والله يسر لكم الخوت الله يعاونكم. وهذاك الرقد ديالكم تا هو شحال اولاد عم؟ الله يعطيك الصحة. شحال تا هو؟ راه كل باب وكريم. شحال هو تا هو؟ هذا هو قول اسيدي ب 32. 32 هذا اللي بغى يذبح ياك مزيان لي. بغى 1600 درهم الله يبارك. ها هي كل باب وكريم الله يعطيك الصحة. والله يسر الامور الله يعاون الله يحفظك. حمادي كدير بخير؟ العبورة العبورة ربيد البلدي. شحال اخويا حمادي العبورة؟ 13 13
لا زوينه 650 درهم العبوره الخوت 13000 ريال بارك الله اللهم بارك. لا يعطيك الصحه ترى عشاق حمادي. والخروف شحال حمادي؟ 34 الخروف، الخروف ب 34700 درهم الخروف. لا يعطيك الصحه الله يحفظك الله يبارك. الله يحفظك الله يسر الامور الله يعاون. الله يحفظك سير الله يسر. المرضي كثير خليل الثمن شحال ديال هذا؟ هذا شحال الثمن؟ خويا هذا خرج من مصلحة من القبائل. وشحال عطاوك فيه؟ 26 شنو الرخا عندك؟ في شي عيب؟ في عيب. شنو هو العيب؟ الحبوب. الحبوب ناقص فيه شحال شحال ناقص فيه؟ ناقص فيه واحد 600 درهم. احب الخوت واحب الخرف هنا هي الحبوب راه شنو نقول لكم راه واعر وخيمه كحله. الله يكرمك الله يدير الشيفة. لا حبوبات واعرات هذو 26300 درهم اللي عطاوه فيه الحبوب الخوت. راه هذه الغلة اللي حيد حنا ناقصين فيهم. اييه نكدو خديتو ب 32 الخوت راه صغار. انت عمرك ماشي لعيب. بعد شري الصفا شري الصفا شري الصفا الله يرضي عليك. شوف شري الصفا الناس راه باغا الصفا. وري ورينا وجهه ورينا وجهه. 26 الخوت فيه الحبوب 1300 درهم. كاينين الله يعاونكم الله يسر الله يبارك الخوت. هذا راه خديناه باقي الفجر مودن خدينا ب 36 بعد مولاه قال لنا 40 تصيله خويا تصيله زوين زوين هذاك ماشي حبه تصيله. وشو المواصفات اللي فيه والزين اللي فيه هذا اللي بغى يربيه في حال ان شاء الله. الله يبارك ها انت يشوف بسواد تبارك الله ياكل بسواد تمشى على سواد. وشوف هذاك الفاصل تبارك الله قداش عنده 36 باب مسجد المشرى بارك الله 36 باش خديناه. والله ما عرفت عبد الرزاق واش عطاه ولا ما عطاه. طيب يرجع الشيء اللي عطاه شي فين ها؟ 2000 100 درهم اللي عطاونا فيه على 38900 درهم. راه مليح تبارك الله الله يبارك. وقلنا لهم شنو نقول لك؟ لا انا وعبد الرزاق. انا وعبد الرزاق. لا انا وعبد الرزاق. الله يربحك ب 40 اولاد عمي. 100 درهم لواحد. تلقى اسمعي هزي راسو اللي هي اسمعي مصطفى متر الحلو لا 40 لا 40 40 هذا رانو لا لا مليح مليح تبارك الله مليح تبارك الله. هذا خروف الله يبارك تبارك الله. شو اتجاه اخر تحية اسماعيل بارك الله يبارك. هادو خويا رحال شحال؟ هادو خويا دينا 130 ثمناش هذا انا اللي مادي هذا شريته في الليل هذا شدو اسمه 32 ونص شحال؟ 1625 درهم الواحد. الله يبارك تبارك الله آخر فهم قيين تبارك الله. اليوم دوختني على السلعات بعد 38 هي دوختني اليوم في السوق. قاعد قاعد تبارك الله سي موسى الله يحفظك ودير سي موسى الله يبارك فيك الله يعزك. آخر فهم ملاحة سي موسى لا كاين المليح البيض البلدي تبارك الله. الثمن اليوم السوق مشحر من المعقول وداخل كسابة سي موسى ولكن داخل الكسه كاين اقبال سي موسى كاين اقبال. الله يبارك والله يدير الشاول ديال الخير والله يسر الامور. شنو نطلبوا؟ لا لا كاين المليح بارك الله الله يعطينا شي اكتوبر جيد. شو الاتجاه اخر؟